بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله نحل النهاردة البوكلت 3 و4 اللي نزلته كتاب ميرسي حسب المواصفات والتعديلات الجديدة. نشوفه كده مع بعض عشان ما نضيعش وقت. طبعا أنتوا عارفين لما تعوزوه بي دي إف تبعت لي على الواتس، ان شاء الله هنزل لك اللينك بتاعه، ابعته لك ورق بي دي اف تبدا تمتحن فيه وتحل فيه، تشوف المواصفات الجديده عامله ايه. نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. من كريستين الى ماريا في الانيفرسير عيد الميلاد. سمودي السبت الماضي جيافتي احتفلت بعيد ميلاد ال17. مي برونس ولدي مي اوفري قدموا لي ان نوفو بورتابل محمول جديد. طيب سي سوبر انه رائع ابلو اكثر من جرام بير. جدي مي اوفري قدم لي ان جون بنطلون اسود دي امبون مارك من ماركته جميله. جيان فيتي انا دعيت سان كوبين 5 زميلات ابصر لقضاء لا صوري السهرة على ميزون في المنزل. وني مانجي دي بون نحن اكلنا بون بلاط اطباق لذيذة اي بيان سيغ وبالتأكيد ان جران جاتو تورتاية كبيرة تري بون جيدة جدا. جاري قردينا شاهدت ان تري بون فيلم فيلم جميل دي عمر الشريف افيك ميكو بين مع زميلاتي. جيم بيان احب جيدا هذا الممثل. الجويان جراند نمبر اللعب عدد كبير من الافلام يعني سوي. بعد ذلك نزفو بفردي نحن صرصرنا ايه كتي وسمعنا دي لا موزيك الموسيقى. نونو صم تري ريانا ميوزي نحن تسلينا جيدا انفان في النهاية ميكو بين زملائي صم برتي رحلوا ايجي اغمي وانا نمت كنت سعيدة امين. وي في منتصف الليل ده كريستين. كريستين تسلمت من والديها بورتابل محمول. عمر الشريف يكون اسم نقط دي كريستين اب جد ممثل مفضل ممثل مفضل. كريستين عافتي احتفلت بعيد ميلادها يوم السبت الماضي بايه؟ بعيد ميلادها سون انيفرسير الاولاني. لو جاتو دي لافيت الجاتو بتاعت الحفلة التي كانت بتي صغيرة موفيس هي دلوسي لذيذة كانت لذيذة. السبت الماضي كريستين اري جاردي شهادة ام فيلم فيلم مع الجدين مع الزملاء هي شهادة الفيلم مع الزميلات يبقى خدنا التانية. سمودي دورنيير السبت الماضي كريستين اي سي اي كوشي نامت مسرورة في الساعة 5:17:24 هي قالت منتصف الليل يبقى الساعة 4:20. القطعة التانية بيقول لي اسكا تيم شاطير صيغه انترنت هل انت تحب التواصل على الانترنت؟ لذي سيزي بنيو اقرا هذه الايه الاراء دي زليف لتلاميذ مدرسه فيكتور في باريس. ماكسيم قال سير انترنت على الانترنت نستطيع الكلام افيك لي زامي مع الاصدقاء. اليوغا دي فورم كثير من المنتديات او منتديات سير سير لي سوجي على الموضوعات. من المارك كوند مومبير عندما ابي يسافر بورسون ترافاي لعمله المي انفي يرسل لي رسائل دي فوتو وصور. ان سويد اني نعطي رينديفو نعطي ميعاد او نلتقي بور برلين اللي كان يتكلم عن النت. نورمال مو عموما سا ماش بيا هذا يمشي جيدا سي سوبر انه رايح. نادين قالت انترنت اي اوتيل مفيد لكن اوندو يجب ان ننتبه. جيني ميل جميعا لا اضع ابدا مي فوتو صوري سير له 6 على المواقع. مامير امي بنسيك تعتقد ان الشباب بصيك دون تروب دي توم بكثير من الوقت اونلاين على النت. جيني سوي بعد كور انا لا اتفق معها لكن جيكم برند انا افهم سوم بواندو في وجهه نظرها. تو سيزي ليف كل هؤلاء التلاميذ يحبون الانترنت التانية يستخدمون نادرا يكرهون سون كونتر يكونون ضد.
مارك افيك سومبير بار. مارك يتكلم مع ابوه بواسطة لوبورتابل محمول الانترنت عن طريق الانترنت. الان لوجين الشباب سيدو ني يعطونا رندفو مواعيد بور برليل الكلام وكلوب في المطعم ولا على النت؟ على النت اونلاين. بور نقط لوجين بسيط روب دي توم بصير انترنت. لامير دو نادين ام نادين بتقول هي ام نادين اللي بتقول ان الشباب بيقضونا كثير من الوقت على الانترنت. انه عن ريبورتاج تقرير على السبور بريفري الرياضات المفضله الوجبات المفضله عن سجور اقامه في الريف ولا لوزير اوقات الفراغ بتاعت الشباب. خدنا الاخران بورسي كنتون لكي يتواصلوا سير انترنت. نادين تحب الكلام مع فيكتور لوموند مع كل الناس. طيب هي تحب ان تضع صورها على المواقع. هي تكون دائما منتبهه سير لوسيت على المواقع. هي بتكون منتبهه على المواقع ان هي قالت يجب ان انتبه. نرى المواقف. فوزيت على بشري انت تكون في المجزر. ماذا لوفوندير الباع فودي يقول لك؟ كلي فوتر طول ما مقاسك. كومبيان دي كيلو دي اورانج؟ كم من البرتقال؟ كم كيلو من البرتقال تريد؟ انت تريد سجق؟ انت في المجزر ممكن يقول لك انت تريد سجق. كم من البواسو؟ كم من المشروبات؟ يبقى احنا خدنا رقم سي. السؤال اللي جاي بيقول لفون دي كي انت توضح ليز اكتيفيتي الانشطه التي انت تعملها على مونتان في الجبل. ماذا أنت تقول؟ أمارس سباحة، أمارس بتانا جلاس تزلج على الجليد. ده هو ما ينفعش في الجبل، لازم في قاعة أو صالة. أمارس سكي تزلج في الجبل. سكي هو اللي في الجبل. نكمل. فوزيت دالرايون أنت تكون في قسم منتجات الألبان. ماذا أنت تقول؟ أريد بواسون سمك، أريد جبنة منتجات الألبان. يبقى أريد جبنة على طول. فودموند أن تطلب من فترة من زميلك أين هو يتدرب. ماذا هو يقول؟ مع الزملاء كل جمعة في صالة الألعاب. أين يتدرب؟ هيقول لك في صالة الألعاب. نشوف المواقف اللي عليها درجتين. بيقول لك ماما أمي أنا أستطيع فودير مساعدتك؟ قالت لها نعم أنت تستطيع غسيل الأطباق. قالت لها ماشي. وبعد كده جيفيري جاردير أنجيل لشامبر سأرتب الحجرات. لافي الام تساعد البنت تساعد امها في فير ديكور عمل مشتريات. فير دسبور ممارسه رياضه. فير دي اشد مناجيري عمل اعمال منزليه. يبقى خدنا اللي هي رقم سي. بير ودانيال بيقول له مسيو سيدي سي ايه شير سيو ميديكامون ناو غالي هذا الدواء. قال له لا بادي تو اطلاقا انه بخمسه يورو. قال له حسنا اعطني دو بوتي علبتين. أين سوبصي حدث هذا المشهد؟ انتر كي بين من؟ ده سؤال مركب. انتر ان فارماسيان ينقل يوم ولا فارماسي بين صيدلي وزبون في الصيدلية. طبعا دي الأولانية زي الفل صح. الجملة اللي جاية كيل سون تي باسون ما هواياتك؟ قال له جي سي ناجي أنا أعرف أسبح وأرسم. ده مين اللي بيتكلم ده؟ إنزو. إيه توا وأنت؟ قال له أنا أعرف أركب حصان. دوكوا عن ماذا يتكلم لدو جارسون الولدين؟ عن المواد المفضلة، عن الطبيعة، عن الوقت اللي فيه من حالة الجو يعني، ولا عن هواياتهم أو مهاراتهم؟ عن مهاراتهم. خدنا الأخرين. زيو بتقول كلا ليمو أي عناصر الطبيعة أو أي أكل بريفيرتي تفضل؟ ليه؟ قالت لها أفضل الحلوى. قالت لها أنا أفضل بسكويت. بسكويت في الوجبة الخفيفة. لوغوتير الوجبة الخفيفة إنها ان بلا جراس طبق دهني ولا ان سبور رياضة عنيفة ولا ان ريبال جير وجبة خفيفة. ماطونت عمتي عندها فستان نوار ولا فوليه ولا بلو ولا فير كلير. اللونين المركبين يمشوا مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. اخدهم دي مفرد مذكر مفرد مذكر جامع ما تنفعش. التلاتة دول ما ينفعوش انما اللونين ينفعوا. طب ايه هما؟ فير كلير اخضر فاتح. يبقى كلمة كلير خلت كلمة فير تيجي مفرد مذكر. احنا كنا قلنا قبل كده ان اربع حاجات اللي هي كلمة كلير
وكلمة فونسي وكلمة مارين وكلمة سيال ملحوظتهم يأتي قبلهم صفة لون مفرد مذكر دائما دون النظر عما قبله، فاتح، غامق، كحلي، سماوي. الجملة الثانية: جي دوا باسي، يجب أن أمر عند الجزار. إحنا قلنا بصير بتاخد بار مع الأماكن وشي مع الأشخاص، تبادي الجزار يبقى أخد شي. إلني ريغارد لا تلفزيون، هي لا تشاهد شيء، كان قال لي في التلفزيون. هي لا تشاهد أحد، كان قال لي في التلفزيون. هي لا تشاهد أبدا، تنفع. هي لا تشاهد أبدا التلفزيون على طول مباشرة. إلى بيت ويسكن بعيدا عن المدينة، المدينة مؤنث. أخد أنا واحدة في دول بدأت مؤنث، قال لك دول التالتة. صمودي دورنير، السبت الماضي جوليا عند الدكتور. السبت الماضي يبقى ماضي، وجوليا دي مؤنث. فالير سوف تذهب. ايطالي ماضي مركب بس مع المذكر ما فيش تبعية. ايطالي ماضي مركب بس فيها تبعية تنفع لانها مع جوليا، وجوليا دي بنت. مع فامي اسرتي بيانفير، تعمل تزلج. الاسرة مفرد يعني بتساوي الضمير ال، يعني معاها نهاية تي مش اس ولا او ان تي ولا او ان اس، بتعرف تمارس جدا تزلج. دوني موا، اعطني، نسينا جملة. انت تذهب الى المكتبة، قال له في العطلة، يبقى متى الاخرانيين. اعطني كيير كراسات الاكسرسيز، انا بامر كم شخص؟ بامر شخص واحد. كراسات جامعة، طب لما امر شخص واحد اعمل مع التي، طب التي معاها تون طاتي، كراسات جامعة باخد تي. تي تليفونية، أنت تتصل بتاكو بن بزميلتك، قال له نعم أنا أتصل بها. إليه، فيه، عليه، به، له، عنده، والمؤنث والجمع كله مع الوي ولير. الوي للمفرد ولير للجمع، أخد لوي. لو باسكت إيرزبور، باسكت يكون رياضة. أنا مانيش دعوة بالكلمة اللي جاية في الأول، لا دعوة بالكلمة اللي جاية قبل النقط، دي مفرد مذكر، أخد كلمة فونو عنيفة الأولانية. دخلنا على الأسئلة اللي فيها درجتين في القواعد. علي وأنا نو نو أون سي، طالما قبل أون يبقى لازم تاخد تبعية على حسب ما قبل علي وأنا، يبقى هنا لازم الاسم يكون نهايته اس. أشوفيل، حصان في الغابة، الغابة مؤنث. يبقى اخد برومونيه بس من غير تبعيات، ولا برومونيه فيها تبعيه اس؟ اه تنفع، بس الغابه مؤنث دي ما تنفعش. برومونيه فيها تبعيه او اس ما تنفعش، عشان علي وانا جمع مذكر. برومونيه تبعيتها او وعلى اقصون اس، اه دي التبعيه اس موجوده والغابه مؤنث، يبقى خدنا الاخرانيه. شوف السؤال اللي جاي. ومون جدوب السون، انت تاكل مشروبات، انت تاكل سمك نقور السرون في المطعم، قال له نعم نحن ناكل. عايز بقى كلمة السمك اخد مكانها اون عشان واخدة اداة تجزئة، وفي المطعم مكان اخد جريج. الترتيب بتاع دول مش زي اللي انا عايزه. الترتيب الطبيعي بتاع الضمائر الشخصية ان اللو والله والليل ابصرف واللي اس رقم واحد، اللي وي والليل رقم اتنين، الجريج رقم تلاتة، وقلنا رقم اربعة. لازم امشي على الترتيب ده، هو مش الترتيب اللي جاي لي في السؤال. ارجع تاني. ليه يا ما تنفعش؟ يا اون اه تنفع. ليه يا مسيو؟ قال لك الترتيب بتاع يا رقم ثلاثة والترتيب بتاع اون رقم اربعة. خلاص يبقى يا اون هي اللي تنفع. ما ينفعش اي واحدة من دول بقى. دومان غدا جو نوت اوسكيت بارك. هو غدا يبقى مستقبل. تصريف الير ومصدر. لكي ارى، عايز كلمة لكي اللي هي كلمة بور. تعال ندور مع بعض. فا بس ما تنفعش. سويز الير ده ماضي ما تنفعش. فا الير بور، اه فا الير بور هي اللي تنفع. نحل مع بعض البوكلت رقم اربعة. لافيل او لا كمباني، المدينة او الريف.
اقرأ هؤلاء الآراء لطلاب مدرسة فيكتور في باريس. دي دير 15 سنة بيقول المدينة سيب لي براتيك إن أكثر عملية بور فير ليكور لكي نعمل مشتريات يبور سورتي والخروج انتروف نجد بسهولة انتروف نجد بسهولة أنبار كحديقة مكتبة سينما ميدان تزلج على قمان في الريف ونيل وان دو بروي نحن بعيدين عن أهل الضوضاء. ياسمين قالت جي بريفير وفضل الريف برسكون أنس إيه لقال منه الهدوء إيه لو ميزون إسون جران والمحلات تكون كبيرة أمبو نستطيع الحصول على كلب أو قط نستطيع أن نمارس رياضة إمبلين إير في الهواء الطلق وجويه دور ونلعب في الخارج أبيك ليكو بن مع الزملاء. الآن 15 سنة قال ضلوا فيل في المدينة ضل فيل في المدينة لا يوجد كثير من الضوضاء السيارات اتوبيسات تاكسي. جو بريفير فضل ريف برسكيل أن الهواء يكون بور منعش لزو العصافير شنطي تغني سيقال منه الهدوء. أليكس 18 سنة قال على كم ماني في الريف سيئت روب قال منه هادي جدا سيئين انه يخنق يدايق لا يوجد كثير من الحيوانات اون فيل في المدينة سيب ليزن تروسين انه ممتع جدا بور لوجن للشباب لا يوجد ديزاكتيفيتي انشطة بور او لهم لترانسفور وسائل النقل تكون تري فاسيل سهلة جدا سي سوبر. هذه الوثيقة تقدم انفورم منتدى على لافي الحياة في المدينة فقط في المدينة والريف في المدينة والريف. ديدير وأليكس ديدير وأليكس عندهم تعال ندور على ديدير 15 سنة وأليكس 18 سنة. ديدير وألان هو عايز ديدير وألان ديدير 15 سنة وألان 15 سنة عندهم نفس العمر يبقى خدنا الأولاني. أليكس تروف يجد الحياة في المدينة تعال ندور على أليكس الحياة في المدينة تريز انترسي ممتعة جدا تخنق ممتعة ممتعة. بالنسبة لياسمين اللي لا يوجد نقط على كمباني في الريف ضوضاء هي قالت ياسمين انه الهدوء لا يوجد ضوضاء تمام. بور ديدير بالنسبة لديدير ايه اللي حصل سيف فصل انه سهل نقط في المدينة هو قال انه سهل انه اكثر متعة لعمل مشتريات بور سورتي والخروج انه سهل ان تتنزه في الطبيعة ان تجد الهواء المنعش الذهاب الى السينما ان تعيش في هدوء يبقى الذهاب الى السينما. ده مين ده ديدير بور اليكس بالنسبة لاليكس اللي هي البنت الاخرانية من الوالد الاخراني اللي هي يوجد كثير من النقط في الريف كثير من الهدوء في الريف هو جاب كلمة كالم أنشطة للشباب حيوانات جاب حيوانات لو فرنسي بريني الفرنسيين يأخذون 3 وجبات برجور يوميا الفطار والغداء والعشاء لزنفار أطفال يأخذون غالبا أنجوتي وجبة خفيفة أبريل أيكول بعد المدرسة لرستورون مطعم سيرفي يقدم أو يخدم ديربا وجبات إن جنرال عموما من الساعة 12 للساعة 14 والعشاء بقى من الساعة 19 للساعة 22 لكن أمبو نستطيع أن نأكل دان نوف أم فاست فود في وجبات سريعة مطاعم وجبات سريعة طول الجورني طول النهار لو مجازين سو أوفرت المحلات تكون مفتوحة من 9 لـ 7 دان لو بتيت فيل في المدن الصغيرة وتغلق يوم الحد إنه دي فرونس مختلف دان لا جراند فيل في المدن الكبيرة لو تلسيت تورستيك المواقع السياحية لو مارديس ثلاثاء كل المتاحف تكون مغلقة سيلو ميركورو دي انه الاربعاء كيلو نوفو فيلم الافلام الجديدة تخرج او سينما الاطفال يأخذون الوجبة الخفيفة في الصباح ولا في المساء متأخر ولا بعد المدرسة ولا قبل المدرسة يبقى بعد المدرسة في فرنسا المطاعم تكون اوفير مفتوحة 24 ساعة بعض الأيام في المطاعم في فرنسا المطاعم تكون مفتوحة هو قال
المطاعم سيرفيه تقدم وجبات عموما من الساعة كذا للساعة كذا وتغلق مش كل الأيام، يبقى بعض الساعات يوميا. ليه ريستوران مطاعم فاست فود سون اوفر تفتح طول الجورنيه طول النهار؟ ده لو بتيت فيل في المدن الصغيرة لو مجازين سون فرمين محلات تغلق لوك اند في العطلات. هو قال تغلق يوم الحد يبقى في العطلات. لو السينمات تقدم النوفو فيلم جديد كل اربعاء ميركرو دي. لا فرانس في فرنسا ريزونفور اطفال ياخذون انسيار ربا وجبه واحده دوري با وجبتين كاتر ربا اربع وجبات. قواعد المواقف فون كوروجيه انت تشجع فوتر فرير اخوك ان يعمل ديسبور رياضه. ماذا انت تقول؟ انه سوبر انه رائع. خدنا الاول فوترامي زميلك يحب كثيرا لالكتير القراءه. ماذا هو يقول؟ هو هيقول ايه؟ انا لا اقرا ابدا، انا اكره القراءه، القراءه هوايتي، اخذ القراءه هوايتي. فوترامي زميلك فود انفيتي يدعوك جويه للعب معه وانت تعتذر. ماذا انت تقول؟ فكره جيده جدا. لا داكور سي سوبر موافق انه رائع. لا بكل سرور. لا ساقي مكسوره اعتذرت. فودموند ان تطلب من البائع لوبري سعر القميص. ماذا انت تقول؟ انه من اي لون؟ سي اي كومبيان انه بكم؟ وانا مغمض اخد سي اي كومبيان. شوف المواقف اللي على درجتين. فينسنت بيقول له تي فا او اون فاكانس انت تذهب اين في الاجازه؟ قال له جيبر فير الير افضل الذهاب على كامبان الريف. فينسنت قال له موا انا جي ان فواجي احب السفر على ترانجير الى الخارج. دي كوا بارلي لي دو غارسون عن ماذا يتكلم الولدين؟ عن لير ابتي عن مهاراتهم عن لير بروجيهم فاكانس عن مشروعاتهم في الاجازه. جي فودري ريزرفير انا اريد ان احجز حجره بور كومبيان دنوي لكم من الليالي؟ قال له لثلاثه ليالي فقط. سو باسي اين يحدث سي سن هذا المشهد؟ انتركي وبين من؟ تعال نشوف. بين مسافر وموظف في المطار؟ لا. بين طبيب ومريض في المستشفى؟ لا. بين بائع وزبون في محل؟ لا. بين موظف وزبون في فندق؟ يبقى خدنا رقم دي الاخرانيه. ليو عمل حوار مع زيو بتقول لها جي ليو ده ولد بيقول لها جو فودري بيردر انا اريد ان افقد ديم ود وزني. ماذا يجب ان افعل؟ زيو قالت لها تدوا يجب ان تاكل امبول تو قليل من كل شيء. قال لها حسنا جي في او سي فيغ دو سبورت وانا ايضا سامارس رياضه. ليا طلبت من نصيحه لتكسب بطوله تحصل على نوت درجات جيده تلزم من بون فورم لياقة والصحة جيدة بصير امبل سوري تقضي في سهرة جميلة. يبقى احنا خدنا التالت. زيو قالت لليا كل جينر ديزبور اي نوع من الرياضات تفضلين؟ اتلاجا دور انا اعشق الاسكلات التسلق الاسكي والتزلج. يبقى دي رياضات عنيفة. فزيو قالت لها مو انا جي ام لرافتنج واحب الرافتنج. اي تجهيزات يلزم لكي تمارس اسكي تزلج؟ جايب لك اربع حاجات بيقول لك دي باتون عصي او عصيان جمع عصا باتون كاوتشوك مركب من الكاوتش باتان جتزلجات كورد ايه كاسك حبل وخوذه. يبقى ناخده التالته اللي احنا خدناها عشان يمارس تزلج. جيفا فاجرس اسافر الريف في الصيف. الصيف كل فصول السنه مذكر وده مذكر مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد سي او تي. جي بريفير جويه انا احب ان العب بادمنتون كرة الريشة مذكر مع فعل جويه اخد او. تي تليفوني انت تتصل بشخص ما؟ قال له لا انا لا اتصل بي اكتب بالعربي احد. دور على كلمة احد قال لك بغصوب. ابدا لم يعد لا شيء.
كلي توم بوان دو في. وجهة نظرك مذكر. وجهة النظر مذكر، كلمة نظر بس مؤنث، وجهة النظر مذكر يبقى اخد كل الاولاني. السي دي بلاسيهم يتنقلون في اتوبيس، الاتوبيس بياخد حرف الجر ايه؟ قال لك انت بتركب فيه ولا عليه؟ فيه، يبقى اخد ان. طالما ما فيش قبله اداة. ممير ابي يكون اضخم من امي. دي مقارنة وادي صفة. تري بيجي وراها صفة صحيح بس لا تأتي في المقارنة. موان كو إذا لم نجد كو في الجملة. موان دو بيجي وراها اسم. موان بس بيجي وراها صفة. 27 أير نو ده ماضي مركب مع النو، تعال ندور. الله مضارع. الله الير مستقبل، تصريف الير والمصدر. نو صوم ظلي ماضي مركب، نحن ذهبنا. يبقى نو صوم ظلي. الجود انه جاب لك سي ايه؟ سي بيجي وراها صفة. ده هو عايز سؤال مش عايز حاجة. الجود انه ماذا؟ يبقى خدنا الأولانية. ليه ما خدناش التانية؟ عشان لا تأتي في بداية في نهاية السؤال. كلمة كواد كودة هي تأتي في بداية السؤال فقط، أما كواد تأتي في الوسط أو النهاية. والاتنين معناهم ماذا؟ يبقى الجود انه ماذا؟ سوق في هذه القهوة تقدم ديب والسوم مشروبات، اكتب عليها جامع مهندس. اخد بن الاخرانيه. اتسالت عليها على اليوتيوب مع بعض الطلبة، بيقول لي الديب يجي وراها مفرد وخلاص. لا، هي الديب يجي وراها صفة جامع زائد اسم جامع. الاسم الجامع اللي بيتحكم في الصفة. سارة سوف تشتري 2 كيلو تفاح. كيلو بيجي وراها دي او او دي ابوستروف زائد اسم جامع. خلاص يبقى اخد دي او. فو بصيلي فاكانس، انت تقضي الاجازة في الريف. قال له نعم انا اقضيها. هو عايز الاجازة وفي الريف، ركز عشان هيجيب لي ضميرين شخصيين. الاجازة مباشر اخد اللي واس، وفي الريف مكان اخد جريج. اخد انا واحدة بقى فيهم اللي جات الاول؟ قال لك اللي جات في الترتيب اللي احنا لسه كاتبينه النهاردة، اللي واس الاول بعد كده جريج. اخد الاخير. سام صمودي دورنير السبت الماضي هو لا تور ايفيل برج ايفيل في فرنسا. طب فرنسا دي بتاخد ان. السبت الماضي زار برج ايفيل في فرنسا، يزور من الافعال ال 14؟ لا، يبقى تاخد فيزيت الو اكسو. عايز اطلع بقى فيزيتي وان. دور معايا. فيزيتي ما تنفعش، فيزيتي ودو ما تنفعش. فيزيتي وان زي الفل. الجمله الاخيره دانيال ست شميز هذا القميص. بأمر دانيال يعني بأمر شخص واحد، يعني أمر مع التي، يعني الفعل هيكون نهايته أو. سي بيجي وراها صفة مفرد مذكر، يبقى كلمة جوليا هيبقى شكلها كده، آخرها إيه؟ يبقى أنا عايز حاجة نهايتها أو وبعد كده جولي. أو زد ما نفعتش عشان دي مؤنث، ودي الاتنين ما ينفعوش، لأن ده أمر مع الفو ودي مؤنث. اخرها او اس ما تنفعش، لان بحذف حرف الاس مع الضمير تي في فعل المجموعه الاولى. اخرها او وجولي زي ما احنا قلنا يا جماعه، اهوت اخرها او وجولي، يبقى خدنا الثالثه. الحمد لله رب العالمين، حليت معاكم البوكلت 3 و4 من مرسي اللي منزلاه حسب التعديلات الجديده. اللي عايز الورق بي دي اف تحت امره هنزله له ان شاء الله، يبعت لي على الواتس وانا هبعته له باذنك يا رب. نكمل مع بعض بعد كده ان شاء الله البوكلت الخامس والسادس اللي منزلها كلمة مرسي برضه، والبوكلتات اللي نزلت لها جنيان النهاردة بإذنك يا رب، إذا كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.